وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي. ابن ربان الطبري هو العالم المسلم أبو الحسن علي بن سهل ربان الطبري، ينحدر من عائلة فارسية أو سريانية في طبرستان. أدخله الخليفة العباسي المعتصم في خدمة المحكمة التي واصلها في عهد المتوكل. كان الطبري يجيد اللغة السريانية واليونانية، وهما المصدران للتقاليد الطبية في العصور القديمة، كما كان ضليعاً بالخط العربي الرفيع. للطبري عدد من الكتب الطبية، وأشهرها كتاب فردوس الحكمة، فتجلت فيه بامتياز إسهاماته العلمية، إذ وضع المبادئ العامة للطب وقواعد الحفاظ على الصحة الجيدة، كما ذكر بعض الأمراض التي تصيب العضلات، ووصف الحمية للحفاظ على الصحة الجيدة والوقاية من الأمراض، إضافة إلى مناقشة جميع الأمراض من الرأس إلى القدم، معدداً أمراض الرأس والدماغ وأمراض العين والأنف والأذن والفم والأسنان وأمراض الصدر والرئة وأمراض البطن والكبد والأمعاء وأنواع الحمى، كما وصف النكهة والطعم واللون ذاكراً للعقاقير والسموم، كما ناقش أيضاً طب الأطفال ونمو الطفل وعلم النفس والعلاج النفسي بالتفصيل، إذ ركز على العلاقة بين الإرشاد والعلاج قائلاً: إن المرضى يشعرون بالمرض في المقام الأول بسبب أوهام أو خيالات، مثل هذه الحالات يمكن علاجها باستخدام المشورة الحكيمة، وهو نظام يؤسس علاقة مع المرضى ويكسب ثقتهم ويؤدي في النهاية إلى نتائج إيجابية. كما يجدر بالذكر عناوين كتب أخرى خلدت إسهامات الطبري في الطب، مثل كتاب تحفة الملوك وحفظ الصحة، كتاب في ترتيب الأغذية ومنافع الأطعمة والأشربة والعقاقير، كتاب الرقى، وكتاب في الحجامة. بهذه الإسهامات القيمة أصبح الطبري طبيباً مشهوراً، إذ مارس الطب في مدينة الري، ثم ذهب إلى العراق واستقر بمدينة سامراء، حيث صار كاتباً للخلفاء المعتصم والواثق والمتوكل. وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي.